الأنهار وأجواء جميلة في المدينة، وهي جميلة في كل حالاتها. نأخذ لقطة بانورامية. الحي الجميل الأبيض اللي موجود أمامي يسمونه الدعيثة، في جزء منه يسمى العزيزية وجزء يسمى أبو مرخى. هذا الحي له ذكر في السيرة النبوية، يسمى بطحاء أزهر شهير، له ذكر في مغازي المصطفى عليه الصلاة والسلام. المنطقة الموجودة أمامي يجري فيها وادي يسمى المكيمين، وفي حديث أيضا إذا سال المكيمين فثم الربيع فثم الربيع، لأن سيلانه صعب، فإذا هطلت أبطار كثيرة وسال معناته المدينة ربيع. وفي جبال شهيرة أيضا تسمى جبال المكيمين، فهذه المنطقة كانت ترعى إبل الصدقة، إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه جبال مباركة جماء تضارع، وفي الناحية الأخرى هنا أمامنا جماء أم خالد. هنا الصورة أوضح، جماء أم خالد ويقابلها جماء العاقر، وإن شئتم سموها العاقل. في غزوة العشيرة سلك المصطفى عليه الصلاة والسلام طريقه من فيفاء الخبار اللي تسمى اليوم العزيزية، واستمر ونزل في بطحاء أزهر اللي تسمى اليوم الدعيثة، واستقي له من بئر المشيريب اللي تسمى اليوم أبو مرخى. المدينة تاريخ يحكى، لا يوجد فيها شبر إلا وفي قصة أو حديث أو حكم أو نزول آية. أيضا ما بين هذه الجماوات سلكت قريش طريقها في غزوها للمدينة في أحد وفي الأحزاب. وخلف الجماوات هذه الجبال المباركة وادي العقيق المبارك اللي ورد في حديث المصطفى يقول أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك. الآتي هو جبريل، وجاء بأمر الله عز وجل يأمر المصطفى أن يصلي في وادي العقيق.